مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مقتل قيادة أنصار بيت المقدس بضربة جوية مركزة. وزير الدفاع: القوات المسلحة جيش وطني يعمل من أجل الوطن وشعبه. الجار الله يسخر من الوزير القطري تائه. غدا والي: صرف زيادة المعاشات أول يوليو. وإليكم تفاصيل النشرة. ضربة قاصمة ضد الإرهاب، حيث أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري لقواتنا المسلحة أن القوات الجوية استهدفت تجمعا لقيادات أنصار بيت المقدس بشمال سيناء. فاستمرارا لجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مواقع تجمع العناصر التكفيرية بسيناء، وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة بشأن تجمع قيادات لما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ قذف جوي مركز أسفر عن مقتل 12 تكفيري شديدي الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس وتدمير 4 عربات دفع رباعي خاصة بعناصر التنظيم. القوات المسلحة جيش وطني يعمل بتجرد تام من أجل وطن وشعبه، هكذا جاءت كلمات الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال لقائه على الإفطار بعدد من القادة وضباط الصف والصناع العسكريين والعاملين المدنيين وجنود قوات حرس الحدود وإدارة الشرطة العسكرية وإدارة المركبات للقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي، مشددا على أن رجال القوات المسلحة بما يملكونه من ضباط ذاتي وحس وطني مخلص يدركون حجم المصاعب والتحديات التي تمر بها مصر ويعملون بكل شجاعة وإخلاص لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام للحفاظ على أمن الوطن واستقراره. في ظل تصاعد عزلة قطر راعية الإرهاب، وجه الكاتب الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية رسالة قوية لوزير الخارجية القطرية، واصفا إياه بأنه تائه بين التعليمات التي تأتيه من كل مكان، مشددا على أن العالم لا يريد من قطر أكثر من وقف ودعم وصنع الإرهاب وبإشراف دولي. وأكد الجار الله أن الضغط الإخواني بدعم قطري ازداد على الإمارات والكويت والسعودية والبحرين عندما دعمت هذه الدول مصر بسقوط حكم الإخوان، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاقا بين الإخوان أثناء حكمهم لمصر بدعم قطري يقوم على تسهيل مهمة إيران في البحرين والمنطقة الشرقية السعودية والكويت. وإلى الثانوية العامة، حيث أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء استطلاع رأي حول الدروس الخصوصية ونظام البوكلت خلال الفترة من 30 من أبريل وحتى 8 من مايو الماضي، ووجد أن 84% من أبناء الأسر المصرية يحصلون على دروس خصوصية، كما أن هناك 40% من أولياء الأمور أظهروا تأييدهم لنظام البوكلت ورفضه ما يقرب من 24%. تخفيفا على أصحاب المعاشات، قررت غادة والي وزيرة التضامن بدء العمل الفوري في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف أول يوم في شهر يوليو المقبل بالزيادة بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو العاشر من يوليو، مشددة على أن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة. يومان للقطاع الخاص، فقد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي
هذا الأجر. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.